مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب كلها بخير. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي بناء الى يعني اكثر من اخت كتبوا لي بدهم ماسك الحولين التم. انا رح اكون معاكم كتير صادقة حبايبي، كل ماسكاتي الأعمل لكم إياها تنحط على الوجه بالكامل هي كويسة. طيب كمان لهذه المنطقة، يعني حبايب أنا شو نقول، بس هون شوية شو نقول المواد اللي يعني والله ما قادرة أكذب عليكم، ما أعرف شو أقول لكم حبايبي، أنا ما أعرف أكذب الصراحة. الوصفة تبعتي تنفع لكل انواع التجاعيد، يعني اذا كانت التجاعيد حول الحاجب، حول شلون نقول التوم، هاي شلون نقول هيك بين الشفه بين الشفايف، هيك بتكون يعني شلون نقول التجاعيد، وكيف من انت تضحكين بتصير هيك علامتين من هون ومن هون، هذا كله تروحه. بس مال اجي اقولكم انا مو دكتورة تجميل، انا لو دكتورة تجميل تعرفي شو بسوي؟ اكيد في حوالين التوم، في بين الحاجبين، في حوالين العين، في تكبير المؤخرة، في تكبير الخدود، هذا كله شغلات اكو هسه طب الطوار في ياخذون من الدهون اللي عندك بجسمك ويحطوا لك اياه، اكو بالفيلر، اكو بالبوتوكس، اكو بيجيبوا البوتوكس يحطوه مثلا نقول بين الحاجب ويرفع الحاجب يفتح هاي المنطقة، حتى الفيلر تحت العين كتير يعني منيح كمان الصراحة، بيوخر الهالات السود إذا نحط طبقة هيك يعزل بين فترة مرة على مرة، في كتير هيك شغلات، حتى الحوالين التم بيضربون البوتوكس ويروح. بس تجي أنا بس حبايبي بدي أرد أقولكم يعني وصفة بدي أقولكم للتجاعيد، يعني شد الوجه كله، والله ماني قادرة أكذب عليكم، يعني أنا من جاية أكذب عليكم أطلع على روحي ألقى روحي كذابة، يعني أنا ما أحب أطلع على روحي بالمراية وأعرف بروحي كذابة، يعني أنا نفسي ما مصدقة هذا الشيء، كيف بدي أقنعكم؟ يعني حشاكم أنتم مش ما في حدا غبي، كل وصفاتي من يقولوا لي حبيبتي ركزي أنت بوصفاتي لطيك إياها حوالين التوم. كيف مثلا اي وصفه اعطيتك اياها من تنشف بلشت هيك تنشف، يعني شفتيها تنشف ارجعي تقدرين شلون نقول تكرريها، يعني تقدرين قبل ما تنشف تزيدي فوقها، قبل ما تنشف تزيدي فوقها، وبعدين سيبيها تنشف مره واحده. عملية التدليك حبايبي الله يخليكم، معلش أنا مش بلغي كثير ولا زي ما بيحكوا لي كثير تحكين واختصري، بس أنا عم عشانكم عشان تتنوروا، النور حلو كل انسان حبايبي. التدليك هو يعني شغلكم، هيك بدي اكون كل الصريحه معاكم، يعني لو نقول قديش تطين علامه للتدليك وبعدين الماسك، الماسك تعطيه 50 والتدليك 50، يعني عشان تاخذوا 100% لازم تسوون هالاثنين مع بعض. بعدين الكريم يلعب دور، هون الكريم يلعب دور اللي تسويه فيه المساج زي كمان يلعب دور بهاي الشغله. ان شاء الله كمان راح اطلع لكم وصفه اللي بعديها كمان كتير حلوه واللي بعديها كتير حلوه، راح اطلع لكم وصفه بتجنن، وانا هسه قاعده احكي معاكم عشان اكون صادقه، هني حطتها على بين حاجبي. طيب دائما انا هيك قبلها واحطها بين وين ما عندك تجاعيد بالليلك وحده زي هذا السان، حتى لو هيك من الماسك تبعاتكم كثير ماسكات انا مطلعه تحت العين حوالين التوم كلها، هذه انا بصح بحكي هيك بس هي تنفع كل الوجه، لاني مضطره انطي عنوان بس حقيقة هي لكل الوجه، وأنا وارجع كل فيديوهاتي وصادقة عن فيديوهاتي أقول لكم لكل الوجه. هسه حبايبي الوصفة تبعتي تنفع للتجاعيد، تنفع للي عندها آثار حبوب، تنفع للكلف، تنفع تغذية، تنفع ترطيب، تنفع يعني علاج كامل لجميع شلون نقول جميع شلون نقول التجاعيد، جميع البقع كمان، بس لازم الاستمرار. أنا ما تجي أي أخت تكتب لي قولي لي قديش، يعني قبل فترة نزلت لكم الفيديو تبعت الجسم،
بتقول لي قديش ويعطيكي نتيجة. والله يا أختي أنا ما بعرف جسمك، في خوات تعطيها نتيجة يمكن بعد شهرين شوية، بعدين شوي، بعدين شوي. أنا ما قاعدة أسوي لك عملية، حتى عمليات بدها فترة يلا طيب عشان شوية شوية وتاخذين النتيجة. كيف بدك يعني أعطيك طماطة، لو أعطيك شو نقول بطاطا، لو أعطيك لبن، بديك إياه بيخلق لك معجزة. ما في من هاي المعجزات، بس الاستمرار هو يعمل المعجزات. طيب، والمشروب دائما داخلي كمان لازم تعالجوا نفسكم. العدها كلب، عالجوا حالتكم بالليمون. الليمون اشربي لا تملي اشربي، ما خسرانه. اذا ما فادك ما راح تخسرين، بينفعك بوظائف جسمك الثانيه. المهم حبايبي، ما بدي اطول عليكم، هسه الفيديو تبعتي راح يكون اول اشي حبايبي زي ما قلت لكم كتير حلو كتير كويس، بس لازم تستعملون معاه حبايبي زي ما قلت لكم المساج 50% من علاج اي اشي من هيك شغلات. راح ناخذ، مش انا بالنسبه الي ما محتاجه، راح ناخذ يعني تقريبا ملعقتين. شوفوا ايش قد انا بدي، ملعقتين من ماء البطل طماطم. هيو انا حطيت هون الطماطم وراح اخلطها بالخلاط. طيب، وهيني خلطت حبايبي بالخلاط. طيب، تقريبا شايفين يعني تقريبا ملعقتين اكل من ماء البندورة، ملعقتين اكل. انا هاي ملعقتي كتير صغيرة، بس انا اعرف عيني ميزاني، ملعقتين اكل من ماء البندورة. طيب، ملعقتين اكل كتير كويسة هاي الوصفة، حتى للخوات اللي عندهم شو نقول كلف، اللي عندهم بقع، اللي عندهم اثار حبوب، كمان كتير كويسة. زين، ما عندي شوفوا اي بديل للبندورة، يعني الصراحة للطماطم ما عندي اي بديل الها، يعني هي شو تقولون ما موجوده، ما بتتحسسي من عندها. زين، وبحاله حابه كثير، لانها هي صراحه قد قلت لكم انا للتجاعيد، يعني بحاله ما قادره وبالمره استغني. اذا ما عندك بقع، ما عندك كلف، ما عندك شيء، تقدرين بس لبن وتكملين يعني بدون هذه وتكمليها، بدون هذه وتكمليها. اذا او اذا حابه بدال البندوره، كمان هي ما لها علاقه بس كمان كتير كويسه للبشره، هو الشاي الاخضر، مطحون الشاي الاخضر كتير منيح. انا قاعده اعطيكم بحاله في حدا يتحسس مثلا من الطماطم. طبعا هون هسه زي ما انتم شايفين هذا لبن. طيب، انا اللبن طلعوا، انا عامليته بايدي هايو، هذا لبني بس ان شاء الله اقدر الى الملعقة الصغيرة. هذا اللبن راح اخذ تقريبا كمان ملعقة كبيرة جدا من اللبن، ملعقة كبيرة جدا من اللبن، كمان خذي شريف هذا سكير شريف، ملعقة كبيرة من اللبن. اللبن هون ضروري كمان مع الطماطم. هاي المادتين شوفوا، اللبن مع الطماطم كتير كويسة للبشرة، تعمل شو نقول يعني علاج للبشرة، بتعالج البشرة الصراحة، وكتير كويسة للخوات اللي يعانون من التجاعيد حولتهم أو البشرة بالكامل. بس انا راح احط صوره عشان الاخت اللي قالت لي اياه راح اعلمها شلون تستعمله بالنسبه حوالين التوم، بس هو بنفس الوقت خواتي تقدرين تستعمليه حتى تحت يعني للبشره بالكامل، تحت العين الا اللي ما بتتحسس. فضروري حبايبي اللبن بيكون مع الطماطم، مع الطماطم ملعقتين، ملعقه كامله من اللبن، وتقدرين تحطين حتى ملعقتين مو مشكله، يعني ملعقتين طماطم، ملعقتين لبن. طيب، زي ما انتم شايفين هون حبايبي، العدها الجوز الهند الصراحه كتير كويس بهاي الوصفه. انا الصراحه جوز الهند طبعا ما موجود هسه حول ايدي، يعني مو مشكله، او بالاحرى جوز الهند
ابني طبعا حاب يساعدني بس هو بالثلاجه وعندي الجامد فما راح يقدر يسوي اياه، مشكله انا نسيته، بس انتم ضروري تخلون ملعقه من جوز الهند، بس جوز الهند بتكون مذوبيه اكيد. وهنا انا حطيت تقريبا نقول ملعقه وسط من الشاي الاخضر، الشاي الاخضر كتير كويس بهاي الوصفه زي ما انتم شايفين. الشاي الاخضر كثير منيح، راح تحطون زي ما قلت لكم الجوز الهند، او راح اعطيكم البديل، والبديل كمان انا عاملته بايدي وكثير كويس. زين العسل حبايبي الله يخليكم، عندها تجاعيد بشرتها العسل يلعب دور كثير حلو، كثير حلو على البشره. يا ريت حبايبي تجيبوا لكم مرتبان كثير صغير وتستعملون العسل، راح نحتاج ملعقه وسط من العسل، والعسل كثير ضروري وبهاي الوصفه. وارجع واقول في اخت راسلتني قال لك عندي الغده، والغده كلش متعبتني، والصبح اصحى وصوتي رايح. صدقوني خواتي انا زيكم، انا لاني عندي غده كسل بالغده، انا كمان دائما الصبح اصبح يعني صوتي متغير كثير متغير، فشو بسوي؟ اخذ ملعقه عسل زين زي هيك، طلعوا يعني اخذ هيك عسل طيب، وبقدها بالضبط جوز الهند، واكلها مره واحده زين. بعد هيك وبعديها تشربي ليك هيك كاسه مي، ربع كاسه مي زي ما بدك، بعديها راح تشوفين بشرتك، العفو الصوت تبعتك تغير زين كليا، يعني لا تخافين بسرعه يتغير. الليمون كتير كويس لهل الغده كتير منيح. طبعا انتوا شفتوني انا خليت الملعقه لاني حابه هسه كمان اخذ لي ملعقه صغيره من العسل. زين هون زي ما قلت لكم ضروري تحطون الجوز الهند، وبحاله ما عندك الجوز الهند انا سويت بقناتي قناه مملكه الفنون اليدويه زيت كتير حلو من الفول السوداني مع اللوز كتير كويس. شوفوا هذا الفيديو، الفيديو هذا كان عامليته شرحت لكم، حاطه فيه هيك مانجا كبيره وراح تعرفوها، حتى عنوانه نسيته والله من كتر ما انزل فيديوهات سامحوني. كتير حلو هذا حتى لو استعملتيه وتنامين، يعني دلكي فيه بشرتك بكل وقت، كتير حلو لتدليك البشره كمان بكل وقت. انا بالنسبه لي اللي ما عنده جوز الهند او ما في حوالين، لان انا هذني زيوت موجوده حواليه، راح تخلين ملعقه اكل من هذا الجوز. طيب احنا بالوصفه هسه بس اورجيكم هيك حبايبي، تخلطيها وتحطيها بالمنطقه اللي فيها عندك تجاعيد، بالمنطقه اللي عندك فيها تجاعيد، وهيك بعد ما تخلطي كثير منيح تاخذين هيك وتحطيها على المناطق اللي فيها عندك تجاعيد، وتحاولين انا دائما معلمتكم هيك، وحطي وافركي افركي 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 على بشرتك لحد ما شلون نقول تستفادي هيك، تستفادي البشره من عندها وتتغلغل وتنفتح المسام وتتنظف البشره زين، وانت هيك تفركين فيه. بعد يا حبايبي تاخذين هيك طبقه وتحطين عندك هنا حوالين التوم، تخليها هيك، وهون حواليها تخليها هيك طبقه كامله هيك تحطيها، كل من ما نشفت ارجعي زيديها، كل من ما نشفت ارجعي زيديها، كرري هاي العمليه 3 مرات. بعد الثلاث مرات ماما هات لي هيك بشكيره نغسل نشف ايدي، بعد الثلاث مرات حبايبي شو راح تسوي؟ سيبيه على وجهك اقل اشي فد نصف خلط فد نصف ساعة، اقل اشي معلش عن هيك حنشفه، اقل اشي تخليه فد نصف ساعة على بشرتك. زين بعد ما سويتيها يوميا، هاي الكمية راح تبقى عندكم تقريبا لمدة 5 ايام، يوميا تسويها، كل اسبوع تقدرين تكرريها. زين بعد هذه بعد ما غسلتي وجهك ويعني بالماء الفاتر وخلصتي، راح تاخذين زين زيت الفيتامين اي، فيتامين اي راح تاخذين من عندك كبسولتين مع ملعقه وسط من اذا الزيت كان عندك هيك جامد، جيب لي والله من الثلاجه زيت جوز الهند يكون جامد عندك، راح تخلطين معاه ملعقة وسط، إذا كان جامد ملعقة وسط، إذا كان جامد حبايبي ملعقة وسط، وإذا تحت وإذا كان سائل ملعقتين أكل. ها
هذا هو حبايبي زيت جوز الهند. انا ليش ما خليته؟ لانه جامد لازم اسيحه. هذا الجوز الهند راح تاخذين حبايبي من عنده ملعقه وسط، وهو جامد هيك ملعقه وسط، وتسيبيه هيك بعلبه صغيره لحد ما بعدين تجيبين الاثنين فيتامين اي وتخلطيه وياه، تخلطيه ذوبيه. مذاب عندك شويه بحمام مائي حار وذوبيه، بعد ما ذوبتيه حطيه بعلبه عندك هيك صغيره. مباشره بعد هذا الماس، مباشره بعد هذا الماس تحطيه وتحاولين عندك، نقول شلون نقول حبايبي، عندك خطوط حوالين التوم تبعك. احنا نقول هذا التوم، ان شاء الله ترسم لي اياها عدل، نقول هذا التوم، وعندك هنا هيك تجاعيد، وعندك هنا حوالين الضاحكه هاي من تضحكين تكون هيك. حاولوا حبايبي هيك افتحوها، يعني شلون بدي هيك مثلا، هيك وهيك افتحوها، هيك افتحوها، افتحوا هيك فيها، افتحوا. بالنسبه للتوم حاولوا اعملوا انفخوا تمكم هيك، انفخوا نفخه زين، حاولوا انفخوا تمكم دائما دائما، حاولي انفخي وحطي هواء بتمك، يعني دائما سوي حطي هواء بتمك. عشان طبعا ابني قاعد يقلدني وانا بحكي لكم، يا ريت يرضى يطلع ويسوي. طبعا انفخي تمك عشان تنفتح هاي الخطوط هيك، تنفتح بين فتره وفتره سويها، وطول ما انت قاعده سويها، طول ما انت قاعده سويها. بالنسبه لذول حبايبي، طول ما انت قاعده وهيك اعملي اعملي هيك مساج، هذا المساج كثير حلو. وانت نايمه على التخت وتقدري تسوين مساج لبشرتك، تبدين من تحت حتى الرقبه تبعتك، تطلعي دائما على السقف، شيلي راسك على السقف، بين الحاجبين جيبي هذني الاصبعين وهيك اعملي، هيك اعملي، هاي نقول بين الحاجبين، هاي هنا حاجبك وهنا حاجبك، هذول الاصبعين حطيهن هون واشتغلي هيك فيهن حبايبي. انا كثير خوات قالوا لي يا ريت تقدرين تسوي لنا، صعب جدا اقدر اعمل لكم انا المساج. تقدروا تفتحوا، ترى كل الخوات اللي افتحوا على القنوات الاجنبيه اللي عملوا مساج للبشره كثير حلوه الصراحه، وبيفهموا طلعوا، وفي خوات عربيات كتير فهمات كمان. هاي الوصفة حبايبي تقدرون تحطوها على الوجه بالكامل حتى على الرقبة. اتمنى كمان من عندكم حبايبي اني سويت انا فيديو للشعر من القهوة زين، يجنن. اتمنى انكم تشوفوا صراحة، راح تحسوا بالفرق عدم التساقط وطول الشعر بعد فترة كتير قصيرة. اتمنى من عندكم انكم تدخلون على هذا الفيديو وتشوفوه، مو عشان انشهر فيه ولا عشان اريد مشاهدات، صدقوني لا، انا هذا هاي القناة لسه اصلا ما يعني مو ذيك القناة شو اسمه المستوى، بس حابة انكم تزوروها وتتعلموا من عندها، فيها شغلات بسيطة انا اعملها فيديوهات قصيرة. اللي اتمنى من عندكم انكم تزوروا هاي القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ومع السلامة.